جلالة الملك يعود لتوه إلى فرنسا بعد إلقائه الخطاب. علمت مصادرنا أن جلالة الملك محمد السادس قد عاد إلى فرنسا مباشرة بعد توجيهه لخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب الذي بثته الإذاعة والتلفازة على الساعة 9 من مساء أمس السبت. وكان الملك محمد السادس قد حل بالعاصمة أمس قادما إليها من الديار الفرنسية. وعلمت أيضا المصادر أن الملك محمد السادس يتابع في زيارته الخاصة للديار الفرنسية الأوضاع الصحية لوالدته، كما أنه قام بزيارة لضريح والده المنعم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني مباشرة بعد وصوله إلى الرباط.